مرحبا، كيفكم؟ فيديو اليوم عن نزول تحديث كورومي. طبعا جايز اخيرا نزل التحديث ونزل البيت ونزل كل شيء بخص البيت. فطبعا جايز رح استكشف معكم البيت لاول مره، ما دخلته قبل ما اصور الفيديو، فرح استكشفه معكم لاول مره. اوكي جايز، طبعا البيت موجود هنا للاستكشاف، يعني لو حابين تاخذوا فيه جوله والى اخره. فطبعا بالنسبة لتفاصيل سعر البيت، بتدخلوا من هنا بتشوفوا التفاصيل. سعره تقريبا 39 حسب عملة بلدكم. وفي طبعا او ماي جاد جايز، شوفوا الالوان الجدران كيف كيوت، كلها بنفس الالوان الخاصة بشخصية كورومي، فكثير كثير حلوة الصراحة، يعني واو صراحة. طبعا السعر بشحن لانه هو تعاون بين شركتين، يعني مو شي بعملته بك اكسي وتعاون، فلهذا السبب السعر بشحن. اوكي فيلا ندخل نستكشف البيت، كثير متحمسة الصراحة. او ماي جاد شوفوا، كيوت كيوت جايز، تو ماتش كيوت. اوكي هاي الجرعات اللي بتعملوها اللي كانت موجودة في صورة التسريب. اول شي عندنا هذا الشي الاخضر، فلازم نعمل ميكس اي ثينك بين شيئين، او بنجي هنا. او ماي جاد او ماي جاد، ويت لازم ناخذ نوع ثاني كمان. اي ثينك ناخذ من هال نونو، ناخذ شيء من هنا. اوكي وي ار ريدي. اوكي ليت مي سي. هلا جايز رح نعمل الخلطه بشوي شوي. وعملت طبعا ميكس بين اثنين، لازم تاخذوا شيء سائل وشيء من الاشياء الموجوده في البوكس. او ماي جاد جايز، طلع شيء ما بيتسمى اصلا، ما بينفع. اجين هعمل الاحمر مع شيء من هنا، وفي كمان من هنا ما بعرف صراحه. اوكي مع هذا وبنخلط. اوكي او ماي جاد دخلت جايز جوا. فليتس جو جايز نجرب المشروب. اوكي نجيب اي قوه رح يعطي. واو جايز، او ماي جاد شوفوا كيف حلوه القوه، تعطيكم مثل قوه طيران صراحه، كثير بيرفكت. هي الخلطه عباره عن هذا الشيء الاحمر، هذا الشيء الاحمر ومعه سائل بنفسجي، يعني لو حابين تحصلوا على نفس هالقوه يعني. اوكي خلينا نجرب شيء اخر، نجرب هذا البنفسجي ونجرب معه الوردي، نشوف اي شيء رح يعطي يعني. وبنعمل ميكس، فبنخلط المكونات. اوكي ونشوف. اوكي انا متحمسه كثير صراحه. او ماي جاد جايز، هذه بيعطيكم اختفاء وبس بتظهر خفافيش من حولكم. هذا اللي هو عباره عن البنفسجي مع الوردي. ففي كمان خلطات ثانيه ما عملتها اكيد، في كمان مثلا الاخضر مع البنفسجي وهذا مع الوردي، وفي كثير كثير تفاصيل، يعني في كثير خلطات ممكن تطلع من هذا البيت. فصراحة كثير حبيت القوة اللي بتعطيها أو المميزات. وفي كمان طابق ثاني في غرفة، يا بس غرفة واحدة هنا. هذا طبعا بالنسبة للجهة، وطبعا كمان نفس الجهة الثانية طبعا نفس الشيء، تاخذكم لهذا المكان نفسه. فالبيت فيه غرفة واحدة وهالجهة كلها ويا بس، وفي هذه المدخل. فهالجهة كلها فيها الأشياء اللي بتعملوها اللي هي الجرعات البوشنز وبس، وبعدين بترتبوها أكيد لو حابين تضيفوا أشياء هنا، ولو حابين ترتبوا المدخل كمان بأسلوبكم. وطبعا هذا هو شكل البيت من برا، صراحة تصميمه بيرفكت، 10 من 10. التصميم الخارجي كثير كثير حلو، وبيعطي إيحاء إنه البيت 3 طوابق، بس هو في الواقع بس 2. صراحة أنا كنت متوقعة إنه يكون 3، بس هو 2، بس ما في فرق يعني. بحس عموما جايز كثير كثير حلو الطابق السفلي من البيت صراحة، لأنه في جرعات حلوة وبتعطي مميزات مختلفة وجديدة. وبحس كمان في اشياء احلى راح موجوده، بس انا اكيد ما راح استكشفها كلها في نفس هذا الفيديو حتى ما اطول عليكم. فاكتبوا لي انتم رايكم بالبيت وكم بتقيموه من 10، وهل راح تشتروا او لا. وبشوفكم في الفيديو القادم. باي باي.